I wake up early in the morning, exhausted and starving. Seeing my daughter waking me breaks my heart, as you see. I can't afford her education. في مادة التربية في الفصل الثاني درسنا عن المجتمع المدني الغير حكومية وتعرفنا على بعض منه. كان الهدف إنه نشوف كيف فينا نساعد مجتمعنا من خلال هالجمعيات. فبعد أبحث بالصف عن هالمؤسسات قررنا نختار جمعية تهتم بالعيال المحتاجة ونجرب ندعم المرأة اللي هي عندها دور أساسي بتربية الأولاد وتوعيتهم. تابعنا ورشة عمل مع الموجودات بالمدرسة عن قصص الإسعافات الأولية وكيف مننظم الأدوية. وعملنا مع مس ريتا الحاج دورة بالزراعة المستدامة لنميز بيناتها وبين الزراعة التقليدية ولنطبقها بالبيت. وعملنا من بعض النشاطات الرياضية مع السيدة سمير. قررنا نستضيف جمعية مار منصور عند المدرسة ونشتغل مع السيدات وأولادهم ونشاركهم المخبرات والمهارات التي تعلمناهم بالصف ويلي ساعدونا فيهم الأساتذة. Organized day for underprivileged women because it allows us to go a step further and collect our key takeaways from this day to use in the creation of our society. Through this, we are able to think of new ways to empower the members of our society in general and our utopian community, specifically in the creation of what we think is a perfect community. That's why we grade 8 students work on making this day possible, because we believe that we should have a better community and every child should be happy. Also, as I say in our students, we believe that every child should have access to free insurance, medical and educational services. جيت اليوم أعطي حصة عن السلامة الغذائية وسلامة المي وسلامة البيئة. نتعلم شوي عن بيئتنا نحن, كيف ممكن نحافظ عليها, كيف ممكن نعيش فيها بلا ما نأذيها, وكيف ممكن نتأكد إنه القصص نحن عم ناكلها عم نطبخها بالبيت عم نشربها المي ما تأذينا وما تسبب لنا أي نوع من المشاكل, خاصة بهالأيام الصعبة, ونتأكد إنه نحافظ على سلامتنا وسلامة عائلتنا. خلال هذا المشروع تمكنت من تعلم العديد من المهارات لإدارة صيدلية المنزل والقيام بإسعافات أولية, وذلك بمساعدة الأساتذة الذين كانوا يقدمون لنا المعلومات الوافية. وقد شاركت في الكثير من الأنشطة وتعرفت إلى الكثير من الجمعيات الغير حكومية, من بينها عكارنا وجمعية مار منصور. واليوم نشارك جمعية مار منصور هذه النشاطات والمهارات. إنها فرصة رائعة لإظهار الأمل للآخرين في الأوقات الصعبة.